جورج وايا أسطورة كرة القدم الأفريقية بيتصدر انتخابات الرئاسة في ليبيريا. مين هو جورج وايا؟ هنقول لحضراتكم حالا، بس هي نتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في ليبيريا بتشير لتقدم نجم الكرة السابق جورج وايا، عنده النهاردة 51 سنة. مين هو بقى جورج وايا؟ وايا بيعتبر من أفضل اللاعبين الأفارقة في التاريخ، بعد ما توج بلقب أفضل لاعب في العالم سنة 95، كان خاض الانتخابات الرئاسية. هو واضح أنه هو طول عمره هيجنن عايز يدخل مجال الانتخابات الرئاسية والرئاسة. خاض الانتخابات في 2005، وصل فيها لجولة الإعادة، كان قدام آلان جونسون ساعتها، لكنه خسر بفارق، وبفارق كبير مش فارق صغير. حتى في انه حد يعني احد المحللين برر هزيمته في وقتها، قال انه يمكن وايا هو اشهر ليبيري في العالم لكنه في عالم السياسه ما زال رضيعا، يعني هو قال كده ساعتها ان هو لسه بيحبو في عالم السياسه. رجع بعدها دخل انتخابات 2011 رئاسيه، خسر ساعتها، بس هو ساعتها خاضها نائب للمرشح وينستون توبمان. عاد بقوة بقى إلى حلبة السياسة بعد كده، بعد ما فاز بمقعد في مجلس الشيوخ الليبيري في 2014. حياته الحقيقة جورج وايا بتعتبر قصة كفاح للخروج من بوتقة الفقر إلى طبعا يعني دنيا أخرى جديدة جدا، عالم الشهرة الدولية. عشان كده هو اعتبر جورج وايا ملهما للآلاف من الشباب الليبيري. في طبعا ناس كتيرة جدا اتكلمت، و هي بتشوف انه هو يعتبر ايقونه، لانه مر بظروف صعبه جدا زي الشباب العادي جدا، وانه يمكن ما اخدش حتى لم يتلقى تعليم جيد. لكن في ناس بتشوف انه بعض المتعلمين اللي بياخدوا مناصب كتيره قوي للاسف ما بيعملوش حاجه غير ان هم ما يعملوش حاجه بس كده. جورج وايا اذا بتشير النتائج الاوليه للانتخابات الرئاسيه الى تقدم نجم الكره السابق جورج وايا البالغ من العمر 51 عام. دي كانت بعض اشهر الاجوال ليه. هو طبعا لعب في يعني في كبريات الفرق العالميه، تشيلسي، موناكو، باريس سان جيرمان، اولمبيك مارسيليا، مانشستر سيتي. كل ده طبعا كان يعني بيخلي ليبيريا نفسها والشعب الليبيري يشعر بمنتهى الفخر، زي ما احنا في مصر كمان فخورين جدا، فخورين بشعرائنا وثقافتنا وادبنا العريق والقديم. احنا عندنا شعراء اتولدوا وعاشوا حياتهم وكتبوا اروع القصائد والابيات وماتوا قبل بكتير قوي ما دول تانية اصلا تتعرف هي مين. فهذه هي ثقافة مصر الحقيقية، وهذا هو تاريخ مصر الثقافي الحقيقي. النهارده